لن ننصر الأقصى، لن ننصر الأقصى. والأقصى والأقصى يا عزيزي ليس في حاجة لنصرة أمثالك، أقولها لك على الهواء، لن تنصر الأقصى. والله الأقصى لا يحتاج لأمثال هذا الهوان وهذا السقوط وهذا الجبن. الأقصى يناديكم، يعني هل ستخرجون لنصرته أم صعبة شوية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو نادتنا الجامعة العربية لنخرج، لكن ينادينا مجموعة حماس وقطر على أساس يحرفون موضوع قضية الإرهاب مع قطر، ويقولون أن في الإرهاب، كيف يا أخوي هذه الكلام يا صالح؟ هذه طالع والله يا خالد، يا خالد يا عزيزي، يا خالد يا خالد، سأعطيك فرصة لتكمل، صدقني سأعطيك فرصة لتكمل، ولكن أقول لك كلمة، وانت انظر لنفسك في المرآة وانت ساجد امام البيت الحرام او غيره، سترى نفسك بشكل واضح. دعك يا رجل، الاقصى لا يمثل لا حماس ولا قطر ولا غيرها، الاقصى لكم ولكل هذه الامة التي تتابعكم. فعل الخير لا يعنيك انت من دعا ومن لم يدعو، الاقصى الان يناديكم لنصرته، لان الاقصى الان يضع المحتل الاسرائيلي الحبل على رقبته. انا اشبه هذا المشهد كما اراه الان، فإما أن تنصروه وإما أن تكونوا مع الخوالف، وأنتم اختاروا يا أهل الجزيرة، يا أهل الحجاز، يا أهل السعودية، أنت ما رأيك؟ تفضل، دعك من حماس وقطر، بالله عليك، والله هذه الاسطوانة يا أخي صارت مملة للغاية. الأقصى حبيبي لكم جميعا، تفضل. لن ننصر الأقصى، لن ننصر الأقصى. والأقصى والأقصى يا عزيزي ليس في حاجة لنصرة أمثالك، أقولها لك على الهواء، لن تنصر الأقصى. والله الأقصى لا يحتاج لأمثال هذا الهوان وهذا السقوط وهذا الجبن الذي عشعش في عقول ونفوس البعض. لن ننصر الأقصى. صحتين وعافية حبيبي، روح نام.